فيكم في السيت اب بتاعي. اليوم باش نجربوا لهنا لعبتي المفضله اللي هي فورتنايت، ومش نجربوا المود اللي متعودين عليه ولا الكلاسيكي اللي هو الباتل رويال، لكن باش نجربوا مود ريسينج واللي هو واحد من برشا فيتشرز الجدد اللي شفناهم في السيزن الاخير. فخلينا نتجهز ونبدأ نلعب. جيتك يا وليد، حضرنا الفورتنايت كما تشوفوا لهنا. دخلنا مباشرة للمود ريسينج، ليج ريسينج. يلا جبت معي يا جماعة واحنا حاضرين للسباق. دخلنا مود روكت ريسينج، يعني مش باتل رويال متعودين عليها ولا الفيتشرز الجدد. شفنا ليجولاند جديدة في الموسم الاخير، شفنا حتى الفيستيفال مود اللي هو عبارة على العاب غنائية، لكن المفضل عندي هذا اللي قدامكم اللي هو الروكت ريسينج. يلا ليتس جو. كيف تشوفوا حاليا ترتيبي الثانية، حاطيني بالصدفة ففما غش في الموضوع. يلا ليتس جو 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 جو. تنطلق باك هاي. اوكي علاش كلكم فوتوني؟ علاش بديت بداية غير موافقة بالمرتبة السادسة؟ اش فما يا جماعة؟ لا 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 لا، شكون ضربني؟ شكون الغشاش اللي ضربني؟ ربي يهديك. خليني نفكر انا، هذو الاحمر لازم نبعد عليهم. ها باش نقز نسيت. وين نسيت؟ شيت باش نقز يا جماعه. اوكي تفكرت بالسوري بالسوري. اوكي 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 اوكي، استنوا حاليا المرتبه التاسعه. والمرتبة التاسعة تقفز باكي وبكل رشاقة إلى المرتبة السابعة. مش حاجة كبيرة. لا لا المستوى بتاعي مش عاجبني أبدا أبدا أبدا. زيد هل هل تسخين تسخين هذا؟ هذا يعني استرجاع استرجاع نفس. يعني عرفت كي تقعدوا تطولوا ما تلعبوش وترجعوا بعد فترة، هذا شو يصير؟ طاير فوقي هذا فرناندو. انتي ونسيت مرة أخرى ننقذ، قاعدة ننسى أني ننقذ. شفتوا اللقطة؟ أنا سبايدر مان في هالجيم، مش لعبي عادي، لعبي نزلت الرابعة. لا لا يا جماعة هذا مش مستوي، الرابعة مش مستوي أبدا. كان ما تجيش رقم واحد ولا اثنين نتغشش. كنت شيخ كيفاش ديما الأول؟ شيخة عنده في كود غشة ولا حاجة، مستحيل هذا. يا شباب فش الرعب علينا. يعني الثالث غايدتني راح. لا لا مسخرة الثالثة حاليا. تحسن فما تحسن فما تحسن في المستوى. معلش معلش. يلا 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 جو باكي جو جو جو. حس في السقف احسن ما عرفش ليش. اوكي هنا نرجعوا تربو ونتجاوزوا هذا الخطر. لحظه 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 ونطيروا تربو. ليتس جو ليتس جو. المرتبه الثانيه برافو بيكي، هذا مستواك. هلا لا 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 ثاني ثاني ثاني. في اخر لحظه خسرت المركز الثاني للثالث، وهذا هو ترتيبنا. اوكي جايز باي. مواهب مخبية مثل ما شفناها اليوم عند بيكي بلعبة فورتنايت. شو رايكم في اسراري مواهبي؟ والله خوفتنا خوفتنا. يعني طلعت تلعبتي طلعت بتلعب وبروفيشنال وعندها ديسكورد ونازلي بالخريطه ورايحه وجاي. يعني اهلا وسهلا فيكم لو حابين تضيفوني نلعب مع بعض وتخسروا. وتخسروا كمان. نحن ما لعبت ضدها صراحه، كنت خجلت يعني، خاصه بعد الحلقه الماضيه اللي خسرت بجراند تيريزمو ضدها. شفتوا انا خبيت اسراري لاخر شيء، شوي شوي تكتشفوا العابي وشوي شوي تشوفوا وليد يخسر. ما حرقت كروتها بكي، مخليه كروتها لاخر الحلقات من تحدي الابطال. تحديث جديد حيخبرنا عنه مستر تيك راح يقضي على اليوتيوبرز اللي عم يعملوا ووك ثرو للالعاب، والهنت راح تلغى 100%
او مثل ما سمعنا من عند مستر تيك على البلاي ستيشن. شو رايك بالموضوع؟ صراحه خوفني، خاصه انه هالعام ركزت اكثر على الجيمينج وقررت انه نبدا الجيمينج في اليوتيوب، فالله يستر. اما انا اكثر خبر صدمني باش نسمعه على جي تي اي بعد الاعلان الضخم اللي صار، سمعنا خبر امكانيه تاجيل الجيم. خلينا نشوف كل التفاصيل مع مستر تيك ونتاكد من هالخبر المرعب. مرحبا بحلقة جديدة من برنامج تحدي الأبطال على تلفزيون الآن، معكم إيهاب سالم وفقرة مستر تيك وعناوينها لليوم. ميزة ببلاي ستيشن رح تقضي على صفحات يوتيوب المتخصصة للألعاب. هل جيم جي تي اي تأجلت لل 2026؟ أكيد عم نحكي جي تي اي 6. والجوهرة لعبة عن التراث السعودي. وأخيرا أفضل حصريات من سوني. خبرنا الأول عن شركة سوني تحديداً، عم نحكي عن خاصية رح نشوفها بالبلاي ستيشن 5 ورح تساعد بحل الألغاز الموجودة بالألعاب أو كيفية الحصول على التروفيز مثلاً. يعني إذا علقت بإحدى المراحل ما في داعي تروح على اليوتيوب. هاي الخاصية اللي حنشوفها بلاي ستيشن 5 حتلاقي الحلول فيها عن طريق الكوميونيتي جيم هيلب، هيك مسميتها بلاي ستيشن 5. الميزة الجديدة رح يتم إطلاقها من قبل بلاي ستيشن 5، حتلاقي لك كل الحلول بالألعاب واللي تقريبا بعتقد شفناها بمنصة ستيم. والسؤال هون من شخص جيمر وبيحب يلعب جيمز، وين راحت المتعة؟ وين راحت جمال حلول الألغاز اللي عندك إياها بالجيم؟ إذا أنت كل ما بدك تلاقي حل حتروح على هيدي الكوميونيتي، ما استفدنا شيء. خبرنا الثاني عن اللعبة المشهورة الجي تي اي الإصدار السادس. طلعت خبريات بتقول انه تم تأجيلها لل 2026، علما انه المصادر الرئيسية نفت هذا الشيء وبتقول انه حيتم اطلاقها بال 2025، واللي هلأ يعني عم نقول 5-6 شهور تقريبا. اللعبة اللي اشتغل عليها اكثر من 1000 مطور لمدة 12 سنة رح نشوفها قريبا على البلاي ستيشن، على البي سي، على كل المنصات. بضل قول الشيء اللي انا خايف منه شخصيا انه تنزل اللعبة وتفشلنا. لعبة جديدة رح نشوفها قريبا بالاسواق بتحكي عن التراث السعودي. ما في كتير معلومات عنها، بس بضل لكم انه المسؤول عن المشروع هو تابوراتا توجيمي، وبعتقد اكيد 100% قلت الاسم غلط، بس الاسم الصح انه هذا الشخص كان مخرج لعبة المشهورة الفاينل فانتسي 15، هو اللي رح يكون مسؤول عن الجوهرة، هيك حيكون اسمه للعبة اللي بتحكي عن التراث السعودي. حسب التصويت شو كانت أفضل لعبة من سوني، أو بالأحرى أفضل حصريات لسوني؟ الأسامي عديدة ومتنوعة، ولكن الملفت للنظر أنه اللعبتين اللي وصلوا للنهائي هن من نفس السلسلة، وأكيد عم نحكي عن God of War. واللعبة اللي ربحت God of War Ragnar هي كانت بالمركز الأول للحصريات من سوني، يعني الألعاب اللي بس نزلت على سوني. الغريب بالموضوع أنه Bloodborne ما نزلت أو ما كانت موجودة. غريبة، ما بعرف سوني على أي أساس أخذت القرار أنه هدول هن الحصريات اللي أخذوا المراكز الأولى. الحمد لله طلعت إشاعة شغل التأجيل لعبة جي تي اي لل 2026. يعني متخيلين بعد هالتريلر الضخم و12 سنة ويتينج ويمكن تنزل بلاي ستيشن 6 تتأجل لل 2026 كمان بعد سنة؟ نو تعبنا من الانتظار، لازم هالسنة الكلنا نلعبوا جي تي اي. يلا روك ستار بكرة لازم تنزل جي تي اي. لا اتحمس اتحمس شوي. وبتحدي الأبطال الأسئلة ما زالت مستمرة بشهر رمضان، التحدي يومي والأسئلة يومية وفرص الربح أيضا يومية بمبالغ أيضا أكبر. فرص الربح كبيرة ويومية كما عودناكم في شهر رمضان، وكل اللي عليكم تعملوه إنكم تزوروا موقع T7D أو تعملوا سكان الكود الظاهر على الشاشة لتجاوبوا عن الأسئلة وتحصلوا على فرصة ربح مبالغ كبيرة. خليكم متابعينا وجود لك لكل المشتركين. الأسبوع الماضي أعلننا عن تحدي لعبة روكت ليج، وكانت التحديات كالعادة بلعبة روكت ليج كلها حماس. تحدي روكت ليج فعلا كان حماسي ومن اللايفات المفضلة عندي، وضحكت والآخر دقيقة نفس ما شفتوا على المباشر. وطبعا تقدروا تتابعوا كل التحديات بشكل مباشر كل يوم سبت على منصاتنا الخاصة على التواصل الاجتماعي، لتشوفوا التحديات من البداية ولتشوفوا قديش في عنا حماس، ولتشوفوا الألعاب فعلا واللاعبين المشاركين بهاي البطولات، تشوفوا الجيمرز الحقيقية. وخلينا نتابعوا مع بعضنا أهم اللقطات اللي صارت بتحدي روكت ليج.
ستارت جيم ناو. ننطلق بكم بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة. اوه بصر الدريبل جود. انا حاضر انا موجود. واحدة اير فراك مرة تانية ولكن اير دريبل يا سلام يمشي بيها في الهواء ويجيب الله عليك يا جسمان. وبصراحة انا شايف فيه بعد التوتر مشاهدين الكرام او الخطأ التكتيكي اللي هو ابتدى يرتكبه ابتدى يبعد عن الجول ولسه بقول لكم ابتدى ان هو يروح بعيد. قوة كبيرة بصراحة شايفها من دوسمان اللي هو موجود النهاردة بكل قوته بكل تفكيره بكل التكتيك بتاعه الاستراتيجية بتاعته على الجول. تالت الله 4-1. النتيجة دلوقتي بتكون صعبة بصراحة على كاليو خاصة فاضل لنا دقيقة وعشرين ثانية يعتبر طبعا وننتهي من المباراة. الأولى كاليو بتصحيح نعم يا جدا في الهواء طير في الهواء اير تريبل يا سلام في الهواء مش ممكن الله بداية بلمسات بوستاف مشاهدينا الكرام والجيل الاول او المباراة الاولى طبعا يتفوق فيها لاعب جسمان بطريقة احترافية. تنطلق المباراة دلوقت مرة واحدة كده في الجدار مباشرة وعلى وش العربية كده بيحاول هو ينتقل بيها كاليو والاهداف الاولى. هو ده اللي احنا عايزينه طبعا. الحماس يرجع مرة تانية. الفيلم ده هدفين يا جدعان وما ادراك من كاليو يا كاليو لا سيكون قاسي. هو يسجل ثلاث اهداف كده كاليو علامة بصراحة يا كاليو. دوسمان خلاص ابتدى يعرف ان في خطر عليه. الاولاني لدوسمان اجواء غريبة بصراحة شايفين اللعبة من الجهتين من الطرفين ويا كيلو بنفس السكور. وبالتالي قدر يتخلص منها وقدر ان هو يتحصل على اهداف طبعا. اللاعب العالمي اللاعب العالمي 30 ثانية خلاص والسابع كاليو خلاص الله 7-4 لكاليو الله ام بلاي رقم 4 طبعا رقم 3 بعد ما شفنا ابداع واقناع كده والهدف الاول مع البداية بسم الله الرحمن الرحيم. طب سيبنا ادي النفس اتحصل طبعا على واحدة كده اير تريبل ولكن ما تكملش كده مع كاليو. كاليو الهدف طعامة والطعامة اتناج مرة ثانية عند دوسمان يتفوق فيها في الاير جول. الهدف الاول لدوسمان. بص شوف واحدة قلت لكم يتفوق في اللعبة الهوائي نعم يتفوق مشاهدينا الكرام ويتصدى كاليو يفرد كاليو جول يا كاليو اللي انا شايفه ده انا اول مره اشوف في حياتي رد فعل قصدي بالطريقه دي وبالشكل ده وبالسته سته 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 دوسمان يا تعلم انت 2-1 بوم كاليو وينر كاليو فاموس. المباراة الجاية ولكن خلينا نشوف طريقة أو ردة فعل اللاعب كاليو. شوفوا صحح الأخطاوي صحح النتيجة. دوسمان عندنا اللعبة طبعا كده الإير تريبل مرة تانية بالإير تريبل يشوط الكرة جول يا قاتل الروح. ودوسمان دلوقتي هدفين هتعمل إيه يا دوسمان خلاص التسعة واحدة إير واحدة تسعة بجيش مباراة كبيرة نعم مشاهدينا الكرام خاصة في يوم يظهر فيه العالمي جاك اللي بيحصل أقوى جيم أقوى مباراة ثلاثة خلاص الله اللي هيجيب هدف هيخلصه كاليو نعم مشاهدينا الكرام قلت لكم مباراة كبيرة خلص الحكاية كاليو عشان خاطر تكون النتيجة 11
11 10 لصالح كاليو فتخلص. مش عايز الحكايه تخلص ما بين اللاعب كاليو واللاعب جسمان اللي شفنا منهم بصراحه يعني طريقه مميزه النهارده وطريقه لعبك كانت ولا في الاحلام وممتعه جدا 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 جدا. فانا عندي الطريقه الصحيحه للاستراك مشاهدينا الكرام ولكن لم تظبط مع لاعب طبعا اللي هو كاليو مره ثانيه بتعمل ايه زادت زياده على اللزوم وبالهدف الثاني 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 الجسمان نعم يضغط وبالهدف الثاني ولكن مستنيه تكبر منه ثانية ولكن جت والله جت ثاني قدر ان هو يفوز بالمباراة مباراة قوية جدا جدا وتحدي صعب 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 كان ما بين جوزمان وبين كيليو شاهدنا كل حاجة متعة وإبداع واثنين اثنين لكن هي كده كده الحكاية خلصانة هي كده كده الحكاية خلصانة لصالح اللاعب كيليو مشاهدين الكرام ولكن هو الخامس بس كده خلصت برضو خلصت برضو كيليو خلصت برضو كيليو 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 الصمت فني يا كيليو أنت فنان الصمت فني يا كيليو أنت مبدع. يعني التحدي بين ديوزمان وكايلو كان فعلا خارق وبنفس الوقت بنشف الدم يعني اول مباراه الثاني الثالث من المفضلين عندي خاصه انه كان عباره على الديربي في الجزائر اثنين من افضل اللاعبين شفناهم كانوا خمسه جولات وكانوا مره فاز كيليو وبعد رجع ديوزمان وبعد صار منافسه بيناتهم تعادل حتى للجوله الخامسه الاخر شيء ما زالوا متعادلين والحماس بدا يطلع وحسيت بالدم الجزائري عرفت الحر ولا انا نفوز لا انا نفوز وصلنا حتى للإكسترا تايم. إكسترا تايم كان يعني حتى الدقائق الأخيرة يجيب جول ديوزمان يرجع يلحق وكايليو يعني 8-8 9-9 10-10 لكن بالوقت الإضافي فعلا آخر شيء حسمه كايليو وأخذها لنصيبه بتحدي الأبطال. المستويات كانت متقاربة واثنيناتهم محترفين صراحة فنهني اللي فايز أمتعونا واثنيناتهم يستحقوا المراتب الأولى والثانية برافو عليكم. تحدي الأسبوع الأخير من رمضان للأسف مش نتوحشوكم لكن مش يكون ليج أوف ليجندز اللعبة الضخمة ليج أوف ليجندز ولأول مرة حيكون بتحدي الأبطال فريق ضد فريق رح نختار أفضل الفرق فيكم لنشوف أفضل تحدي هذا الأسبوع بين الفرق بليج أوف ليجندز ولو جاهزين أنكم تنضموا للتحدي كل عليكم تعملوه أنكم تسجلوا في منصة T7D اختاروا أصحابكم وجود لك هالأسبوع وللتذكير فيكم تشوفوا آخر تورنمنت رمضاني آخر هالأسبوع يوم السبت على كل منصاتنا في اليوتيوب وعلى تيك توك لايف تابعونا رح نكون سوا عم نحضر اللايف لنشوف التحدي بشكل مباشر من بدايته حتى نهايته نرجع منذكر بخصوص الاشتراك وفرصة الربح بشكل يومي خلال شهر رمضان واللي حيكون آخر أسبوع فيها حتقدروا تجاوبوا على الأسئلة اللي هي جدا سهلة على منصة T7D لفرصة الربح بجوائز مالية ضخمة وبفقرة الترفيه اليوم متحمسة بما أنه جبنا لكم حاجة غير وجبنا لكم الجيمر المفضل عندي صديقي بشار كيال اليوم بشوفوا لعبة جديد وبشوفوا التحدي معه فخليكم معنا خليكم معنا لنشوف وأخيرا جاء معنا للست بشار عسلمة أهلا أهلا يا أهلا وسهلا فيك بشار. أنا بالنسبة لي بشار خبير الكول أوف ديوتي صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح وهي المفضلة عندك ولا؟ أكثر لعبة بلعبها صار تقريبا 14 سنة واو كل جزء جديد أول حافظها أول يعني حافظها هذا أحلى شيء بما أنه أنا خبرتي في الكول أوف ديوتي تقريبا صفر يعني بدك تعلمنا هلا تيبس وتريكس لنصير بروزا أكيد أكيد من عيوني اليوم هتصيروا محترفين باللعبة تحس كم فترة تتطلب الحدا ما عنده أي فكرة على كول أوف ديوتي أنه يتمرس يعني ياخذ
والله اللي شايفه أنا صراحة إنه ما بتحتاج أكثر من يومين أيام. أوه يومين ثلاثة. لأن اللعبة بسيطة ما فيها مثلاً خلنا نقول البناء بفورتنايت تكون معقدة. ما فيها نفس التعقيد بأتاتشمنت الأسلحة ببجي. لا كول أوف ديوتي سلاح جاهز. أوكي. خذ السلاح من الأرض و. وتبدأ بالرغم اللي أنا مثلاً من من اللعبة المفضلة فورتنايت فهي مش نحسها أسهل لي بالنسبة لي. بالعكس لو أنت تعلمتي على فورتنايت راح تشوفي كول أوف ديوتي أسهل بكثير. أوه أكيد حمست صراحة. بالنسبة لشفتك في آخر إيفنت الكول أوف ديوتي اللي هو صار من تقريباً يومين فكان فيه أبديت يعني فما أخبار جديدة؟ أكيد هذا الإيفنت اللي صار إيفنت جدا ضخم صراحة. أنا بالبداية كنت مفكر إنه إيفنت فقط للميدل إيست. طلع لا إيفنت عالمي. أوه. هو الإيفنت كله بسبب إطلاق ماب بجوا اللعبة ببرج العرب على سطح برج العرب. واو. يعني في كول أوف ديوتي بنشوفه سطح برج العرب. بالضبط. السؤال اللي محيرني يا بشار حسب تقريبا كم من ساعة تقضيها في اللعب أسبوعيا؟ أسبوعيا على الأقل خلنا نقول بين 10 و 20 ساعة. 10 و 20 أسبوعين؟ هذا حالياً وأنا مشغول لا يتسمى قليل باي ذا واي. قبل لما كنت أفضل من هيك كان لا يعني 50 ساعة مينيموم لأنه حالياً صح أني بلعب كثير بس عندك لازم أشتغل على الفيديوهات إديتينج كذا أنشر. هو لعب في نفس الوقت شغل. بالضبط بالضبط. طيب فينا نستفسر على الجيم سيت اللي عندك عنك يعني؟ أكيد هلأ أنا بعتبر نفسي كونسول جيمر. بلعب على البلاي ستيشن. بلشت على البلاي ستيشن وظليت عليه تقريبا لحديت 2020 2021. على 2021 حولت على البي سي. واه يعني تفرق صح نقله من بين السماء والارض بين الكونسول والبي سي. انا عكست صراحه انا كنت على شو اسمه بي سي بلاير نقلت على الكونسول بلاير. انت عملت داون جريد. داون جريد. داون جريد. رجع خطوه لورا بس للار بي جي جيمز بامتع صراحه. صح صح بس لألعاب الشوتر كول أوف ديوتي لا على البي سي أحسن أحسن بكثير. وعلى سيرة الكونسول والبي سي الآن كول أوف ديوتي صارت على الموبايل. وورزون موبايل نزلت نفس اللعبة نفسها وورزون اللي موجود على الكونسول حطوها على الموبايل وصار فينا الكونسول يلعب مع الموبايل. أوه يعني أنت وأصحابك مهما كان اللي تستعملوا كونسول أو موبايل ممكن تلعبوا مع بعضكم. بالضبط فهذا الشيء الرهيب هذا اللي عجبني جدا بوورزون موبايل نفس الأسلحة نفس الخرائط نفس 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 كل شيء. طيب بشار غير الكول أوف ديوتي في شيء لعبة ختمتها 100% أو يعني خلص أتشيب كل أتشيب؟ طبعاً اللعبة لعبتها بالكامل غير Call of Duty واستمتعت فيها Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 يعني توب. ختمتها. ختمتها وكيت فيها اللعبة خرافية. أنا صراحةً من أفضل ألعاب من ناحية الجيم بلاي من ناحية القصة ردد رهيب. حلو. هذم كانوا أهم المعلومات اللي حابين نسمعوهم من بشار ومن زي العالم آخر نكتشفوه عنده فما تنسوش تابعوه على السوشيال ميديا بتاعه بتشوفوا جيم بلايز تشوفوا عنده ريفيوز رهيبة وتشوفوا حتى ألعاب أخرى ومعلومات أخرى. شكرا بشار على المعلومات وعلى حضورك معنا. شكرا كثير بكي. شكرا كثير وليد. شكرا لك وجودك معنا مستمتع والله. يلا نتعلم منك أبش تعطيني درس. يلا لازم درس وراء الكاميرا. باي. مع السلامة.